استقبلناه بكل فرح، واستقبلناه كما هو العادة صاحب الجلالة، كان واضحا في خطابه وكان شاملا وكان يعتمد على التركيز، على التركيز في الموضوع، وهو طار وفي هذا الوقت بالذات، وهذا الشيء ماشي عبث، ملف القضية الوطنية الأولى ديالنا هي قضية الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية، أراد من أراد وكره من كره. وصاحب الجلالة جاب بواحد النقاط اللي هي مهمة. النقطة الأولى مني تحدث سيدنا على بأننا خصنا ندوزوا بهذا الملف من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، ياك يعني كفانا هذه أكثر من 50 سنة وحنا كندبروا، حنا كنحاولوا نشوفوا الإكراهات ديال الدولية، نشوفوا الإكراهات ديال جيراننا، كنحاولوا دابا غادي التغيير. التغيير هو أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وحنا كنشوفوا التنمية. أنا ديك النهار كنت في مدينة العيون، ومني كنشوفوا تبارك الله ديال المشاريع الاقتصادية الاجتماعية وكل شيء، كنقولوا بأننا كاينة عواصم، كاينة عواصم إفريقية، عواصم ديال دول إفريقية اللي خدات استقلال هذه 60 و70 سنة ما كتوصلش المستوى ديال مدينة العيون وديال مدينة الداخلة. صاحب الجلالة عاوتاني في الخطاب ديالو ركز على الدعم اللي كتحظى به دابا مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذه القضية. تكلم على الاعتراف الأخير ديال الجمهورية الفرنسية، قبل منه كان الاعتراف ديال العديد من الدول الأوروبية، إسبانيا، ألمانيا، العديد من الدول المؤثرة. قبل منه في 2020 كان الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نقدو نقولوا راه حنا المغاربة كنحشموا شي شوية وصافي، أما نقدو نقولوا بأن الملف ديال الصحراء حسب وطوي وحسم نهائيا، بقى ليه بعض التفاصيل وبعض الرتوشات كما قلتي اللي ان شاء الله غدا تكون في هاد الشهور المقبله ان شاء الله. سي اسماعيل، واش كتشوف بان هاد الشطحات اللي كدير الجزائر من خلال الدفع في المحكمه هاد الاوروبيه دير هاد القرار وكيحاول ما امكن انه يعرف، واش نقدروا نقولوا بانه كيديروا رقصه بالديك المذبوح اللي فهموا بان الملف راه سهل؟ هاد المساله ديال محكمه العدل الدوليه كاينه لا كوميسيون اوروبيان والمفوضيه الاوروبيه، وكاينه الدول الاوروبيه القويه في اوروبا اللي هي ضد القرار ديال محكمه العدل الدوليه. يعني قبل ما نهضروا عليه حنايا، هذا احنا كنعرفوا كيفاش كيداروا هذوك، ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، وحنا كنعرفوا هذيك الكولاسه وكنعرفوا هذوك القودات اللي حكموا بلا ما نذكرهم بسمياتهم، وكنعرفوا الحيتيات وكنعرفوهم مع من تلاقى ومع من شكون شافوا. اذا هذه كما قلتي رأسة الديك المذبوح. انا ما كنعرفش، وهذا نداء، هذا نداء من نائب برلماني ديال حزب الاستقلال عن دائرة عين الشوق اللي كنوجهوا للحكام ديال قصر المرادية. الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. راه حنايا احتضننا الثورة الجزائرية في المغرب منذ انطلاقة ديالها في الأول ديال نوفمبر 1954، والمغرب احتضنها، والمغرب قدم الغالي والنفيس رغم أنه ما كانتش عنده الإمكانيات. الله يهديكم، نرجعوا لوحدة المغرب العربي لأن هذه هي المصلحة ديال الشعوب ديالنا كاملة. شفنا ولا سمعنا بزاف ديال التصريحات ديال الناس في وسط التندوف الصحراوي محتجزين، الناس ملات من هذه الاسطوانه المشروطه، الناس بدات كتفضل انها ترجع للبلاد. وبالتالي واش كتشوفوا بان
يعني حتى في المعقل ديال الوزاره هذيك القناه هذا الملف صافي سير. نقد نقول لك وكاينه معطيات لان عندنا الاخوان ديالنا وهذا، نقد نقول لك بان كاينين الناس ماشي المواطنين العاديين من المحتجزين في المخيمات، نقد نقول لك بان كاينين من ما يسمى بالقيادات ديال 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 التنظيم اللي هي عرفات بان الملف حسم وبان من مصلحتها ترجع للمغرب، ولكن كاين واحد الخوف، كاين واحد الضغط، فهمتي، كاين واحد الضغط اللي نقدروا نسميوه ضغط ارهابي اللي كيتمارس عليهم، ولكن هاد المسائل كامله غادي يجي وقتها. تاكد المغرب كيمشي بواحد الحكمه كبيره، بواحد التبصر كبير في هاد الملف، وان شاء الله غادي يتحسم في مقاريب. هذيك النقطة مهمة اللي قال صاحب الجلالة، هو هي كاينة دابا الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية كدبلوماسية موازية، ولكن يجب التكتيف ديالها، وباش نبينوا حنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التجاوب المطلق. الخطاب كان نهار الجمعة، اليوم كان أول اجتماع للفريق الاستقلالي خصصناه لهذا الموضوع، خصصناه وما ناقشنا لا الأسئلة الموجهة للحكومة كما مالف، خصصناه وجبنا ناس اختصاصيين وقمنا بواحد النقاش ديال تقريبا 3 سوايع ونص في الفريق الاستقلالي على هذا الموضوع بالذات، وعلى التكوين كنكونوا بعضياتنا التكوين المستمر للسادة النواب، وغادي نمشيو في هذه المسألة. هذه اليوم كانت الخطوة الأولى وغادي نمشيو فيها باش يكون كل شيء عنده التاريخ ديال القضية، عنده الحيتيات، عنده الكواليس، ودونك مني غادي يكون في برلمان افريقي عربي دولي هذا غادي يكون عنده الاليات تماما، غادي تكون عنده الاليات ديال الترافع، وغادي تكون عنده، لان صاحب الجلاله شنو قال؟ قال خصنا نمشيو لعد الناس دابا اللي مازال ما مقتنعاش ونقنعوها، لان عندنا الحمد لله عندنا الحجه والدليل. خص غير الانسان اللي غادي يمشي يكون عارفها، تكون عنده القدره الفكريه والثقافيه باش يقد يديرها. وصاحب الجلاله قالها، قال يجب في الانتقاء ديال هاد الوفود هذه الكفاءه، ياك الكفاءه ماشي شي حاجه اخرى، لان دابا حنا خصنا نمشيو وان شاء الله هاد الشيء اللي غادي نمشيو فيه. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.